تحية صباحية لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. بداية، وفاء بالتزاماته ببعث تنمية حقيقية ومتوازنة في كل ولايات الوطن، تتجلى أهمية المشاريع التي عينها ودشنها أمس السيد رئيس الجمهورية خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية الجلفة، بما يعكس العناية الكبيرة التي يوليها السيد الرئيس للمواطن أساس كل السياسات والبرامج والمخططات. قام أيضاً أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجلفة، عين خلالها وأعطى إشارة انطلاق عدد من المشاريع التنموية. هذا وقد وفى السيد رئيس الجمهورية بوعده بزيارة ولاية الجلفة التي حظي فيها باستقبال شعبي حاشد من قبل مواطني الجلفة الذين ثمنوا جهود التنمية المحلية التي تمضي بخطى متسارعة وتماشياً، ومسعى السيد الرئيس في تحقيق توازن تنموي وطني شامل. وبمناسبة الزيارة، أعلن رئيس الجمهورية رسميا عن انطلاق الاكتتاب في البرنامج السكني عدل 3 بداية من سنة 2024. بالنسبة للسكن كان فيه تأخر، صح؟ فيه تأخر بالنسبة لولاية جلفة. رانيا ضفنا بالنسبة للسكن الريفي كان عاطينكم 4000، رانا طلعناها 15000 سكن ريفي، باش كل البلديات تستفاد. فيه كذلك 5000، ما يقارب 5000 قطع أرضية، يعني تجزئات لتسمح للوتو كونستركسيون، البناء الذاتي. فيه كذلك 4000 سكن اجتماعي، قادرين نزيدوا في العدد إذا كان الأرضية موجودة، و إذا كان موجود الأرياء نزيدوا برنامج آخر. بالنسبة لسنة بداية 2024، لأن قررنا 250000 ساكن بالنسبة للسنة المقبلة إن شاء الله. كذلك بالنسبة للطبقة الوسطى، معلمين، ربما شبه طبيين، أساتذة إلى آخره، من انطلاق من هذا الاجتماع هذا أني قررت ونعلنها من الجلفة أننا ابتداء في بداية سنة 2024 نفتح عدل 3.
السكن بالإيجار، سكن البيع بالإيجار. السيد الرئيس حرص على تنظيم لقاء مباشر مع مختلف أطياف المجتمع المدني بولاية الجلفة، حيث تم بالمناسبة الوقوف دقيقة صمت وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء فلسطين ضحايا العدوان الصهيوني الهمجي والوحشي على قطاع غزة. وبالمناسبة جدد رئيس الجمهورية مواقف الجزائر الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن ما يحدث في غزة جرائم حرب مكتملة الأركان وأن الفلسطينيين ليسوا إرهابيين. الفلسطينيين عمرهم ولا كانوا إرهابيين، الفلسطينيين ما همش إرهابيين، الفلسطينيين اللي دافع على الحق نتاعو ودافع على وطنه ودافع على استقلال وطنه ماهوش إرهابي. احنا في حرب التحرير كانوا يقولوا علينا إرهابيين، وتتذكروا الكلمة الشهيرة اللي قالها العربي بن مهدي رحمه الله وطيب ثراه، قالوا له مش عيب عليكم تديروا القنابل في القفة، قال اعطيني الطائرات نتاعك انا اعطيك القفة تاعي. ووفاء بالتزامه 45 الذي يقضي بضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية نوعية عبر انشاء مراكز استشفائية تستجيب للمعايير الدولية، دشن السيد الرئيس مركز مكافحة السرطان المجاهد العقيد احمد بن شريف. المرفق الاستشفائي المتخصص مزود بأحدث التجهيزات الطبية والمرافق الضرورية للتكفل الجيد بالمرضى وتغطية كافة المناطق المجاورة. رئيس الجمهورية تابع عرضا حول إنجاز هذا الصرح الصحي الهام الذي يعد تجسيدا لأحد التزاماته، كما استمع إلى شروحات مفصلة حول المرافق والهياكل التي يتوفر عليها والخدمات التي يقدمها المركز للمرضى. السيد رئيس الجمهورية طاف بمختلف أقسام هذا الصرح الصحي الحيوي الذي أنجز على مساحة تقارب 5 هكتارات، حيث تتوفر هذه المنشأة الصحية على أحدث التجهيزات الطبية بنظام رقمي متطور وعدة مرافق صحية مؤطرة من قبل طاقم طبي ذي كفاءة عالية. هذا وتقدر طاقة استيعاب هذا المركز ب 120 سريرا يشرف على تسييره وتأطيره 70 طبيبا و 15 أخصائيا فيزيائيا و 250 من السلك شبه الطبي. ويضمن هذا المرفق تقديم حصص علاجية ل 150 مريضا يوميا والعدد نفسه من الفحوصات اليومية، كما يتوفر على صيدلية مركزية وجناح للعملية الجراحية ومصلحة للإنعاش وأسرة للطب النووي، بالإضافة إلى مصلحة الأورام للكبار وأخرى للأطفال. مواطنو ولاية الجلفة أعربوا عن عميق امتنانهم لوفاء السيد الرئيس بالتزاماته التي قطعها لهم في بعث التنمية المحلية ودعم الولاية بمشاريع حيوية. أنا من اللي يبداني المرض
عالجت شغل في البليدة، عادوا يبعثوني للبليدة باش ندير راديوات ثم، باش نود ندير الدوسي تاعي وندير العملية بعده. أي وكانت المسافة، المسافة من البليدة كانت أنا نسكن في بحبة، وكانت المسافة شغل بعيدة، حتى نجا هذا المستشفى وخفف علينا الضغط اللي كان، وهذا الضغط هذا راه يحس به المريض في حد ذاته. ايه المريض يحس به، وفوق هيدا عاد ما عدوش، ما كانش المادة، ما كانش والنقل، ما كانش، ها هي تسقام كلش اكثر من الم، اكثر باحساسه بالم وباللي راه مريض وقريب من الموت وكذا، جاء احساس واحد اخر، احساس كفاه نوفر النقل ونوفر الدراهم ونوفر نروح الولايات واحدة اخرى، وراك عارف الوحدة بوليداتها كفاه تخليهم وحدهم، كنا في معاناة كبيرة. والحمد لله هذا المستشفى باللي فيه خفف علينا ضغط كبير. ربي يحفظكم ان شاء الله، ويحفظ الجزائر ان شاء الله، ويحفظ الرئيس ان شاء الله، يا ربي ربي يحفظه ان شاء الله. رانا نداوي من السبيطار من قدام رمضان، رانا نداوي ليه خيرات، وراني هنا ثاني العرش خيرات. احنا اليوم رئيس الجمهوريه وعدنا بالحمله الانتخابيه تاعو، قال لك الجلفه ان شاء الله ترجع عاصمه من العواصم الكبرى، قال لك ان شاء الله نرجع عاصمه من العواصم الكبرى، والحمد لله. يعني رئيس الجمهوريه اليوم راه زار مدينه الجلفه، وراك تشوف المستشفى، الله يبارك المستشفى هذا، مستشفى السرطان، ان شاء الله ربي يجعله الشفاء للناس، ربي ان شاء الله يشفي اخواتنا ان شاء الله. ونشكر دولتنا ونشكر هذا السبيطار اللي خدموا هنا واسوا هنا. انا سناء قعدت شهرين ونص في سوف، وكثر خيرهم ثاني اصحاب سوف، طلعوا فيا في الدواء في الماء في السكنة في الصباح، حاجة ما خلصتها. والله يبارك، لو كان بلادي هنا وفيها مفتوح هذا السبيطار ما نروحش لشوف، وقاموا بيا والحمد لله على فضله، الحمد لله على فضله، كرب جاب لنا هذا السبيطار هنا للمرضى. جلفة هذه الولاية المليونية، هذه الولاية لطالما تمنت زيارة خاصة من السيد الرئيس، ولقد واعدنا منذ سنوات بأنه سيزورها، والشعب كان في انتظار السيد الرئيس، وها قد وفى بوعده. نحن الآن على مقربة من هذا المستشفى الذي بني في وقت وجيز، لما أراد السيد الرئيس وأعطى أوامره الدقيقة والسريعة غير قابلة للنقاش. ها قد ترون أن هذا المستشفى، هذا الهرم، هذا المجسم بني في وقت وجيز. وفي إحدى كبرى العمليات التي غابت منذ عقود، رئيس الجمهورية يشرف بمنطقة المعلبة بدائرة الجلفة على إعادة تأهيل السد الأخضر الذي أطلقه الزعيم الراحل هواري بومدين. السيد الرئيس أعطى إشارة انطلاق عملية تشجير نحو 400 ألف هكتار في أفق سنة 2026 بشجيرات غابية مثمرة مقاومة للتصحر، كمرحلة أولى من مشروع إعادة بعث السد الأخضر. رئيس الجمهورية رفقة الفريق أول سعيد شنقريحة قام بغرس شجيرة كإشارة لانطلاق هذه العملية التي تحمل أبعادا بيئية واقتصادية هامة في إطار مقاربة إيكولوجية وتنموية. رئيس الجمهورية أشرف على تدشين ووضع حيز الخدمة الخط الحيوي للسكك الحديدية الرابط بين بوكزول الجلفة والأغواط على مسافة 250 كيلومترا وبسرعة 220 كيلومترا في الساعة،
وتدشين محطة مختلطة لنقل المسافرين وشحن البضائع التي تتمركز منشآتها بالجهة الجنوبية الشرقية لمدينة الجلفة، حيث قام السيد الرئيس مرفوقا بالفريق أول السعيد شنقريحة وبأعضاء من الحكومة بتفقد ومعاينة جميع المرافق الخدماتية التي توفرها المحطة المختلطة للسكك الحديدية المنجزة بمقاييس عالمية وبتصميم هندسي راق يعكس الكفاءة العالية للمؤسسات الوطنية. ليستمع السيد الرئيس إلى عرض مفصل وشروحات حول المشروع الذي يعتبر شريان الحركية الاقتصادية والتنموية لولاية الجلفة والولايات المجاورة لها. رئيس الجمهورية أشاد بهذا المكسب الحيوي الهام ودعا إلى مضاعفة الجهود من أجل إيصال هذا الخط إلى أقصى الجنوب بولاية منراست. السيد رئيس الجمهورية أشرف بجامعة زيان عاشور المحطة الرابعة في هذه الزيارة على تدشين ملحقة كلية الطب تابعة لجامعة الجزائر واحد. هذه الملحقة التي فتحت أبوابها للسنة الجامعية الحالية تحصي 188 طالبا وطالبة في العلوم الطبية وأزيد من 100 طالب في تخصص الطب البيطري. وبمخبر الملحقة الجديدة حضر السيد رئيس الجمهورية جانبا من درس تطبيقي باللغة الإنجليزية مع الطلبة في مادة التشريح. The sternum is divided in three parts. We have first the manubrium. Can you show us the manubrium, please? Good. We have also the second part is the body. Can you show us the manubrium, please? Good. We have also the second part is the body. Show. This is the body. This is the body. And we have also the cyphalic process. Where is it? Here. Behind the muscles. Yeah. Behind the muscles. Yes. Good. Thank you. يعطيكم الصحة. الله يبارك. الله يبارك. طلبة الطب ولاية الجلفة ثمنوا المكسب البيداغوجي الذي اختزل عليه معنى التنقل إلى ولاية أخرى. هذه الملحقة القرار الإنشاء تاعها كان هام جدا بالنسبة لنا، حيث سهل لنا عدة مصاعف التنقل والمشقة تاعو. إن شاء الله العقوبة المستشفى الجامعي هنايا وتعود كلية كامبلي. أولا نقول أنه كان يعني شرف بالنسبة للولاية أنه يكون فيها ملحقة طب، لأنه الكثير من الطلبة يتمناوا الالتحاق بكلية الطب، لكن يعني عدد الطلبة يكون أغلبية عدد كبير، لذلك توفير ملحقات هو يعني أمر جيد بالنسبة لجميع الطلبة، خصوصا المقيمين يعني بولاية الجلفة أو حتى ولايات مجاورة، يعني مثلا تسمسيلت أو الأغواط أو غيرها من الولايات. أولا حبينا نشكر الرئيس وكل من تسبب في فتح هذا الملحقة، وين سهلوا علينا التنقل وين كانت قريبة بزاف من عانيوش في التنقل وفي عدة عوامل واحد أخرين. أتقدم بالشكر لجميع المساهمين في إنجاح هذه الملحقة، وأتمنى أدعو الله التوفيق لي ولجميع زملائي إن شاء الله. وبملحقة الطب الجديدة استمع السيد الرئيس إلى عرض شامل حول الحصيلة التنموية لولاية الجلفة في شقها الاقتصادي والاجتماعي قدمه والي الولاية. رئيس الجمهورية التقى أيضا بفعاليات المجتمع المدني لولاية الجلفة من أجل التحاور معهم والاستماع إلى انشغالاتهم والإجابة عن تساؤلاتهم، وهذا بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة وأعضاء من الحكومة إلى جانب والي ولاية الجلفة وأعيان المنطقة وكذا المنتخبون المحليون.
لهذا إذن أنهى السيد رئيس الجمهورية زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية الجلفة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استمع إلى النشيد الوطني. استعرض السيد الرئيس تشكيلات من وحدات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية ليصافح بعد ذلك السيد الرئيس مودعيه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووالي ولاية الجلفة. في اليوم 24 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة تتواصل الغارات والقصف الهمجي على عدة مناطق من قطاع غزة مستهدفة عددا من المنازل والبنى التحتية. تجددت اليوم سلسلة الغارات الصهيونية والقصف المدفعي بطائرات وزوارق الحربية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة تركزت في مجملها على الشمال مستهدفة مناطق في بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون والعديد من المباني المأهولة بالسكان، وهذا بالتزامن مع قطع الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن هذه المنطقة لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى أزيد من 8100 شهيد وأكثر من 22000 مصاب. هذا كما استشهد فجر اليوم 4 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية ومخيمها بعد اقتحامها المدينة بجرافتين عسكريتين وهدمها للجدران الخارجية لمستشفى جنين الحكومي، كما حاصرت محيط مستشفى ابن سينا بالتزامن وإطلاق طائرة مسيرة صاروخا على منزلا في حي الحواشين وجرافت الشوارع والبنية التحتية في المدينة، كما اعتقلت عدد من الفلسطينيين من محافظة نابلس بالضفة الغربية. من جهتها أعلنت المقاومة الفلسطينية عن تنفيذها أمس عمليتي إنزال خلف خطوط الاحتلال وخاضت اشتباكات مع جنوده ودمرت آليات عسكرية.
وأمام تزايد عدد المصابين وقطع شبكة الاتصالات والإنترنت وكذا الكهرباء وندرة الوقود في قطاع غزة، وفي ظل غياب تام لأدنى مقومات الحياة، الوضع الإنساني يزداد تفاقما، خاصة مع خروج العديد من المشافي عن نطاق الخدمة، حيث دعت عديد المنظمات الدولية الإنسانية إلى تحرك فوري لوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. وفي السياق، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه استلم أمس 10 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية عبر معبر رفح البري، لكنها غير كافية لتلبية الاحتياجات الضرورية لسكان غزة. هذا فيما حمل المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية الاحتلال مسؤولية تردي الوضع وعرقلة وصول الإمدادات الإغاثية للقطاع، واعتبرها جريمة بحق الإنسانية. يتزامن هذا واستمرار المظاهرات والمسيرات الحاشدة عبر عديد العواصم العربية والغربية المنددة بالعدوان الصهيوني في حق الفلسطينيين. نعم، هو التشبث بالأرض تشبث أرعب الكيان الصهيوني، ولم يستطع أن يجابهه إلا بجرائم حرب وخوارزميات قنابل عنقودية في حرب إلكترونية إعلامية وتواطؤ للمخزن المغربي. التقرير لبدر الدين عباسي. خلف تلكم الشاشات آلاف الخوارزميات لأوامر حرب عالمية تدور الآن. قوام معاركها لا تبث على قنوات التلفزيون رغم أنها أكبر حرب مشتعلة اليوم في العالم، فمنخرطوها أضعاف سكان الأرض ما بين متعاقد متعاون واحتياطي، لكنها حرب خفية. جنود جيوشها لا يركبون دبابة ولا طائرة نفاثة، بل يجلسون وراء الحواسيب أو يستخدمون هاتفا محمولا أو ربما شريحة مزروعة في جسم إلكتروني. إنها حروب الجيل الرابع، وغزة اليوم جبهة من أعنف جبهاتها. استشهد ربنا يسهل. ممكن خلي الإعلام يحكي عنها. هل الطفلة تول ولدها؟ استشهدت وهي الطفلة الحية عايشة إن شاء الله. ربنا يسهل أمورها يا الله. تصف عالمة الرياضيات الأمريكية كاثي أونيل في كتابها القنبلة الموقوتة اللوغاريتمات المستخدمة في البرامج الحاسوبية في عصرنا بأنها أسلحة دمار تهدد حياة الإنسان. وفي فلسطين تتحالف قوى الشر ومن خلفها مخابر حروب الدعاية والمعلومات المغلوطة بشن حرب على حقيقة العدوان الغاشم على غزة من خلال تصميم لوغاريتمات مسيرة نحو منصات وسائط التواصل الاجتماعي هدفها تجاهل مجازر ذبح الأطفال والنساء في منشورات تظهر المقاومة الفلسطينية على أنها منظمة إرهابية مقابل الترويج للإرهاب الصهيوني على أنه حمل وديع يدافع عن نفسه حتى ولو استخدم الأسلحة المحرمة دوليا في تقتيل الأبرياء. زيف فضحته تحقيقة إيكادا الاستخباراتية التي نشرت تغريدة على حسابها بمنصة إكس تؤكد فيها تناميا في حسابات إلكترونية مغربية داعمة للعدوان الصهيوني المتواصل على القطاع المحاصر. لنتساءل بكم أمر ملك التطبيع من أجزيات لقتله حماة القدس؟ فهم أبعاد هذه الحرب جعل إعلام المقاومة ومن اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى يغير في قواعد اشتباكه الإلكتروني مع العدو عبر هذه المنصات التي تتحكم في زمامها الصهيونية العالمية. فصنع لنفسه أيضا لوغاريتمات تفضح كل ما يخفي ويتستر عنه الكيان المحتل، بل ومن ورائه داعموه من آثم الغرب ووكلاؤه من باعة الذمم وأذلاء تطبيع الخيانة بيننا. فكان يكفي بث المقاومة شريط فيديو واحد لأسيرة تودع المقاومة الذي أطلق سراحها ليمسح بنقرة واحدة كل تصريحات الزيف التي اجتهد الكيان والغرب على إطلاقها كذبا وبهتانا، فما حملهم على التراجع بعد أن كذبوا وكذبوا فلم يصدق كذبتهم غيرهم. وها هي نماذج استطلاعات الرأي تؤكد أن الأمريكيين مثلا تدنى لديهم مستوى ثقتهم في شبكاتهم الإعلامية إلى أدنى مستوياتها منذ 23 عاما. كذلك الحال في العواصم الأوروبية التي يخرج مواطنوها بالملايين تنديدا بالرواية الإجرامية الصهيونية ودعما لفلسطين. هو الاحتلال المجرم إذن ينفذ إنزالا عسكريا جويا وبحريا وبريا وإلكترونيا في أعنف الحروب وأوسعها نطاقا. سلاحه فيها الحواسيب العنقودية والنقرات النفاثة التي بين أيديهم وأيدينا،
وضحيتها مزيد من آلاف الأبرياء في غزة الصمود. فهل وصلتكم الرسالة؟ نشرتنا تمت مشاهدينا، السلام عليكم.